السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل شنطه بشكل بسيط، هنعملها من بنطلون جينز قديم، كمان مش هنستخدم المكنه وهنعملها في 5 دقايق. هاخد كده جزء من البنطلون، وده الجزء اللي بيكون واسع شويه في البنطلون. هبتدي افتح كده من الجنب، تمام؟ الجزء ده مش متساوي. هبتدي بس دلوقتي اخد المقاس اللي انا عايزاه، تمام، وهساوي القماشه كمان من على الحافي. الجزء ده مش مظبوط، فهبتدي اقصه كده. قصيت ال4 جوانب وسويت الاجزاء كلها قد بعض. هقول لكم بقى دلوقتي المقاس بتاع الشنطه كمان هيطلع قد ايه. هيطلع حوالي 40 سنتي الطول، تمام، في 30 سنتي. لو انت حابه ان انت تزودي المقاسات مفيش مشكله. هاجي اتني القماشه كده على الظهر، بستخدم مسدس الشمع وببتدي اقفل الجنب ده بشمع كده من على الحرف. بثبت ايدي لحظات والشمع عمره ما يفك منك نهائي. لو انت حابه تستخدمي الابره والخيط مفيش مشكله، تقدري ان انت برضه تخيطيها بنفس الطريقه. خلاص بكمل كده قفلت الجنب، وهيجي برضه من عند الجزء اللي من تحت وببتدي اقفله برضه بمسدس الشمع. كده قفلت الجنب وقفلت كمان الحته اللي من تحت. هاجي دلوقتي اقص زي مربع كده صغير، حوالي 2 سنتي في 2 سنتي. باخد الجزء اللي انا قصيته وبحطه على الجنب التاني، بقص نفس المقاس. تمام، بالشكل ده كده بقى عندي شكل مثلث. لما باجي اقفله كده من الجنب اداني شكل مثلث. هبتدي بقى اقفل الجزء اللي عندي ده، تمام، بحط شمع كده جواهم وبتتقفل معايا برضو. ادوس كده بصباعي ثواني لحد ما تقفل معايا القماشة على بعض. من الجنب التاني برضو نفس الطريقة، تمام. المهم ان احنا هنظبط بس ايه الشكل الاول. هستخدم قطعة صغيرة من القماش، وبرده القطعة دي هقول لكم على المقاس بتاعها. المقاس بتاعها هيبقى 20 سنتي في 6 سنتي، تمام. طبعا الطول 20 والعرض بتاعها 6 سنتي. هجيب المقص وهبتدي اعمل زي شرط كده، مش هوصل للاخر. الشراشيب او الشكل اللي احنا هنعمله ده شكل بسيط برده هيغير. هجيب بقى الجزء اللي احنا عملناه وقفلناه مع بعض وهبتدي اقلبه كده على الناحية التانية. والجزء اللي احنا عملنا منه الشراشيب هبتدي اثبته عليه، بثبتهم في بعض برضو مسدس الشمع. بس كده خلاص بكمل بقى بنفس الطريقة، بكمل كده بنفس الشكل. حابة بس ان الخطوات تكون واضحة قدامكم، عشان كده مش عايزة اسرع في الفيديو. هستخدم بعد كده سوسته او سحاب وهبتدي اثبتها على الشنطه من فوق. هخلي الجزء اللي هو بتاع فتحه السوسته ده لفوق، تمام، هيكون بالشكل ده كده لفوق، الفتحه بتاعه السوسته نفسها لفوق. بحط شمع على القماشه، الجزء اللي مفتوح عندي في الشنطه من فوق برضو، وبعد كده ببتدي اثبت الجزء ده في السوسته، ببعد عن الفتحه بتاعه السوسته نفسها، تمام. برضو اللي حابب يستخدم في الفكرة او في عموما الشغل الابرة والخيط مفيش مشكلة ممكن يستخدمهم، بس الشمع انا مجرباه ومش بيفك مني خالص. بحط كده الاول الشمع على القماشة نفسها من فوق، وبعد كده ببتدي اثبته مع السوستة نفسها. بكمل بنفس الشكل، تمام. والجزء اللي التاني ده اللي من تحت احنا الاتنين مع بعض دلوقتي بالشكل ده كده. ثبت السوستة من الجنبين، هقلبها بقى على الناحية التانية، عشان طبعا احنا عندنا جزء كده في الشنطة من فوق مش متني. خلاص بس الاول هقص الزيادات اللي موجودة عندي في السوستة دي، انا مش عايزاها. بعد ما ثبت كده واقفل
المقاس بتاع السوستة عندي على الشنطة. تمام بالشكل ده، عمرها ما تفك منك ولا تبوظ. عندي بقى الجزء اللي من تحت ده هبتدي اتنيه. كل ده احنا شغالين كده على الظهر كأني بعمل تانية بسيطة خالص للشنطة من فوق. بكمل برضو بنفس الشكل كده من الناحيتين. هبتدي بقى اقلب الشنطة على الوش. هاجي برضو عند الجزء اللي احنا عملنا فيه الشراشيب ده وهبتدي اقلبه كده على الناحية التانية. طبعا بثبته من فوق عشان يكون شكله احلى. هستخدم بعد كده صورة بالشكل ده. الصورة دي خامتها قماش، يعني ينفع عادي ان هي تتغسل. سعرها بيكون برضو مش غالي، سعرها السعر بتاع الصورة دي كان 10 جنيه. وطبعا بيبقى في منها اشكال كتير، وفي احجام اقل من كده وفي احجام اكبر. خلاص هبتدي اثبت الصورة دي على الشنطة او الوش بتاع الشنطة نفسه. بثبت كده بمسدس الشمع برضو من على الحرف. اتأكد ان هي مسكت كويس جدا، تقدري ان انتي تغسليها بمنتهى السهولة. عملنا قبل كده مع بعض فيديو قبل ده، عملنا 3 افكار مختلفة من الجينز، وكمان عملنا على القناة من فترة كبيرة 10 افكار، وسبتلكو الفيديوهات ديت موجودة في اول تعليق مسابق. الفكرة بسيطة وسهلة جدا، وطبعا التزيين بسيط. اتفضل كده عندنا حاجة واحدة هي اللي احنا معملناهاش في الشنطة، الحزام بتاع الشنطة. هنطلعه من الكاميرا بتاعة البنطلون، الجزء اللي هو من فوق. هبتدي اقص كده الجزء اللي هو عند الكاميرا، وكمان الجزء اللي بيتحط فيه الحزام بتاع البنطلون هبتدي اقصه. تمام هاخد طبعا الكاميرا بتاعة البنطلون كلها. الاجزاء اللي انا قصيتها من فوق دي هبتدي اثبتها كده على الناحية التانية. بحط نقطة من الشمع وببتدي اثبتها على الجنب التاني. بعملهم كلهم بنفس الطريقة. خلاص بقى عندي كده الحزام، خدته زي ما هو، ما قصتش منه اي حاجة. ابتدي اثبته كده على الجناب بتاعة الشنطة. ولو انت حابة تستخدمي حزام جاهز ما فيش مشكلة، بس احنا نعمل اعادة تدوير فهنستغل كل حاجة عندنا في البنطلون. ثبت بالشكل ده الحزام من الجنبين. تقدري ان انت تستخدميها كروس، ممكن كمان تستخدميها كشنطة عادية ليكي او لبنتك. فكرتها بسيطة وسهلة جدا ومخدتش معانا وقت نهائي. الصورة دي تقدري ان انت تستغني عنها مفيش مشكلة، وتحطي اي بادج من حاجة قديمة عندك. وبكده نكون قدرنا نعمل شنطة بشكل بسيط من الجينز. تقدري ان انت تحددي المقاسات اللي انت عايزاها، تكبري شوية عن المقاسات اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو، مفيش مشكلة. زي ما تحبي تقدري ان انت تنفذيها. بس كده ده كان فيديو النهاردة، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم.